مرحبا، معكم محمد مشارقة. احنا اليوم رح نكون معكم في فقرة عن الفن العربي. الفقرة هاي رح تكون تعليمية، نشرح فيها عن الفنون في 5 دول عربية. طبعا حنشرح عن الفنون من خلال اخذ مثال من كل دولة من هاي الدول. واحنا اخترنا نعمل هاي الفقرة لعدة اسباب. اول واحد منها انه دائما في خلط في موضوع الفنون في الدول العربية لعدة أسباب. طبعا أولها أنه كثير من الناس تعتقد أن الدول العربية لها نفس التاريخ وتشترك بنفس الفنون، وهذا اعتقاد مش صحيح، لأنه كل الدول العربية، كل دولة في الدول العربية اختلف تاريخها عن الدولة الأخرى. هناك طبعا بعض الدول اللي كانت مجاورة لبعضها تشاركت في الحضارات القديمة اللي كانت موجود فيها وفي كيف تأثرت في الحضارات، بس بشكل عام في اختلاف ما بين هاي الدول في كيف هي تجربتها تاريخيا، في تجربتها في الفنون. هذا أول سبب. طبعا السبب الثاني إنه إحنا حاليا في أكثر الفترات اللي فيها عدم فهم وعدم نظر للفن العربي، وكأنه هذا الفن في عدم معرفة عنه، وحسينا في مسؤولية إنه إحنا لازم نوصل المعرفة عن هذا الفن ونوصل معلومات نكون عارفين إنه هي معلومات صحيحة ودقيقة، وبناء عليه اخترنا نعمل هاي الفقرة. فأهلا وسهلا فيكم. رح نحكي عن 5 دول. هاي الدول رح تكون فلسطين، الأردن، السعودية، الإمارات ومصر. تاورت هي أحد الآلهة من التاريخ المصري القديم. كان في تعبير عن الإلهة تاورت بأكثر من طريقة فنية، واحدة منها هي النحت. ولهذا السبب في تمثال لتاورت تم نحته في الفترة تقريبا ما بين 623 ل 595 قبل الميلاد، وتم تصويرها بأنه هي عندها رأس كرأس فرس الخيل ومخالب الأسد وعندها ذيل زي ذيل التمساح. اختصت الإلهة تاورت بحماية السيدات أثناء الحمل والولادة وبحماية الأطفال المواليد وحماية النائمين، عشان هيك هي تعتبر من الربات الخيرة والطيبة. واشتهرت بأنه عندها قدرة عالية في صد أنواع الشرور اللي ممكن تصيب بالبشر، سواء الأحياء أو الأموات منهم. ونعرف عنها كمان أنه عندها كثير من الأسماء. كان أقدم هاي الأسماء هو إيفي، معناها المرضع الحاضن، وظهر هذا الاسم في نصوص حديثة زي بعض النصوص في الأهرام، وتغير شكل كتابته بعد إيفي لأنه يصير إبت. وكمان لازم ما نخلط ما بين الإلهة إبت وإبت اللي هي اسم الإلهة تاورت فيما سبق. كانت إحدى ربات الحماية في فترة مصر القديمة، وصار عندها شهرة ومكانة خاصة عند جموع المصريين في هذه الفترة. اتكونت تاورت في المياه الأزلية وجسدت السائل اللي تكون منه العالم. هذا في التاريخ، طبعا في التاريخ اللي انذكر فيه الإلهة تاورت في تاريخ مصر القديمة. ومن هذا المنطلق كان لها دور رئيسي في عملية الخلق حسب الأساطير وميلاد سائر الكائنات، لأنه هي تعتبر بذرة الحياة اللي بتبلش من المي. ارتبطت تاورت بالكثير من الربات والأرباب لأنها قورنت وسويت بالربة حتحور، وكانت في كثير من الأوقات تصور تاورت أنه هي باروكة الشعر الخاصة بحتحور، وبرضو بتم تصويرهم في كثير من الصور التاريخية بأنهم برفقة بعض، الإلهة تاورت والإلهة حتحور. وهذا ظهر في الفصل 186 في كتاب الموتى. كمان ارتبطت الإلهة تاورت بالربة موت،
وكمان تم تشبيهها بالربة إيزا في العصر المتأخر، ولو أنه ما كان في سبب للتقارب ما بينهم. وعرف عنها كمان أنه هي زوجة الإله ست، واللي كان بتم تمثيله برضه في هيئة ذكر فرس النهر في بعض الأوقات، طبعا مش دائما. الإلهة تاورت بسبب أنه هي كانت إلهة خير وإلهة طيبة، تم تصويرها والتعبير عن شكلها وعن دورها في كثير من المناسبات وبأكثر من شكل فني. واحد منهم زي ما حكينا هو كان النحت، وسبب استمرار وتواجد شكلها والمنحوتات اللي بتعبر عنها لهاي الفترة تحديدا في مصر، هو قديش كان في شعبية لها وقديش كان في حب لدورها واعتقاد بأنه هي تحمي الناس وبتحافظ عليهم من الشرور وبتحافظ عليهم من أي أذى ممكن يصير فيهم. علشان هيك اخترنا هاي الإلهة، لأنه شعبيتها أدت لتواجد أكثر من شكل فني يعبر عن شكلها ويعبر عن دورها. المعمعية التيسية للشاعر ماجد المجالي. نحن مع، دوما ودوما نحن مع، نحن مع، دوما ودوما نحن مع. كلما أقبل تيس صاح مع، نحن مع، دوما ودوما نحن مع. كلما أقبل تيس صاح مع، صاح مع، مع. قلت مع من؟ قال مع. كل ما نقصد خير المجتمع، صاح مع، مع. قلت مع من؟ قال مع. كل ما نقصد خير المجتمع، نحن مع. موت، حياة، مع، بلا. نحن مع. موت، حياة، مع، بلا. كل ما نذكر أن شعب مع. أشعل أوطاننا سيجارة، أشعل أوطاننا سيجارة، أشغل المختار في جمع القمع. ما لنا عين ترى أوساخنا، ما لنا عين ترى أوساخنا، ما لنا ذوق سليم أو سمع. ليس عيش الناس من حاجاتنا، ما لنا أي طموح أو طمع. نهجنا هذا ديمقراطية، نهجنا هذا ديمقراطية، أطلق الرأي لدينا أو قمع. في الحالتين نهجنا هذا ديمقراطية، أطلق الرأي لدينا أو قمع. نحن مع رمز به وحدتنا، فرق الشعب لدينا أو جمع. كل هذا المجد من أطرافه لسوانا دون شك مجتمع. فاحفظوها، رددوها دائما، نحن مع، مع، نحن مع، مع، نحن مع. الشاعر ماجد المجالي هو أردني، ولد في جنوب الأردن، درس في الجامعة الأردنية ولكنه لم ينهي تعليمه بسبب ظروفه الصحية، لأنه هو ضرير ولم يكن هناك أي نظام قائم لتوفير التعليم للضريرين. تميز ماجد المجالي بشعره النقدي اللاذع، واللي خلاه دائما في ظروف صعبة بسبب عدم رضا السلطات عنه وعن شعره اللي بفضح الظلم والقهر والفساد. ماجد المجالي معروف عنه أنه هو شاعر جريء وقوي الشخصية، وبلقي شعره في أي وقت وفي أي ظرف طالما كان هذا الظرف يتطلب منه قول كلامه. وفي كثير من المناسبات كان كلامه يدفع الحاضرين للبكاء بسبب تأثرهم.
ولم يعرف أحد الشاعر ماجد المجالي إلا وتعلق فيه، لأنه هو شخص إنسانيته تطغى على كل شيء، ورغبته في الحياة ورفضه للظلم والقهر يطغى على كل شيء. وعشان هيك هو شخص رومانسي وشخص حر، وأي شخص بتعرف عليه وبصير على تواصل معه بشعر بإلهام من هذا الشاعر. للأسف لا يوجد له أي ديوان مكتوب أو موثق، لأنه تم منعه من النشر من قبل السلطات على خلفية معارضته إلها. قصيدة المعمعية التيسية هي قصيدة نقدية ساخرة، ويعني على قول الشاعر اللي هو ماجد المجالي، هي إجت من مزحة بينه وبين أصدقائه، ومبنية على فكرة أنه التيس يمعمع، وربطوا كلمة يمعمع واللي هي بتحكي عن صوت التيس ككائن بكلمة مع. وفي كثير من المحاولات المستمرة لتحويل المواطنين والناس اللي موجودين في مكان ما لكائنات تمعمع زي التيس، بدل ما يكون إلها إرادة حرة وقرارات مبنية على القناعة وحرية الاختيار. وهذا ما دفع ماجد المجالي أنه يكتب هاي القصيدة ويلقيها، لأنه كان رافض لهاي الفكرة ورافض لمحاولة النظام اللي بيكون موجود في هيك مكان أنه يسيطر على هاي الناس وأنه يخليهم ما عندهم إرادة حرة. هاي القصيدة المميزة، يعني ما يميزها أكثر ما يميز بنيتها وموسيقاها، هو التنسيق اللي صار ما بين المقطع الصوتي مع وربطها بصوت التيس. ففي عديد من الكلمات خلال القصيدة، طبعا رح تسمعوها، اللي بتوصف فيها حالة المواطن أو المجتمع عندما يتوقف عن التفكير ويصبح تابع من غير وعي، ويصير عنده نقص في معرفته بقيم العدالة والمساواة. طبعا الشاعر حكى عن إلهام هاي القصيدة اللي إجا من محاولة القوى الاستعمارية وقوى الحكم إنه يسيطروا على المواطنين ويمشون في خطة ممنهجة. وبدي أضيف إنه هذا ما يسمى بحيوانة الإنسان، تم ذكره وتم الحديث عنه في مجموعة من المراجع ومن قبل العديد من الفنانين والمفكرين في الدول العربية، وطبعا في دول غير عربية طبعا. يعني مثلا في عندنا كتاب زي حيوانة الإنسان للكاتب والأديب السوري ممدوح عدوان، له عديد من السنوات هذا الكتاب موجود والناس بتقرأه، وهو بتحدث عن هذا الموضوع. في عندك كتب أخرى مثلا زي التخلف الاجتماعي لواحد اسمه مصطفى حجازي اللي هو دكتور برضه متخصص. عندك كتاب زي معذبو الأرض لفرانس فانون اللي هو كان بيحكي عن موضوع الجزائر، وفرانس فانون هو فرنسي. يعني هذا المبدأ وهذا المصطلح وهذا التوجه حكى عنه في كثير من الأماكن في العالم. فعشان هيك نعتبر ماجد المجالي مميز وفنان يجب السماع له ويجب رؤية ما يحاول قوله للناس. رواية زمن الخيول البيضاء للروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله. نحكي شوي عن الروائي والشاعر إبراهيم نصر الله. انولد الروائي إبراهيم نصر الله في الأردن عام 1954، لأنه تم ترحيل والده من فلسطين في عام 1948 وأقاموا في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين. في بداية حياته بعد ما تخرج من الجامعة اشتغل كمدرس في السعودية، وبعديها رجع للأردن واشتغل في مؤسسة عبد الحميد شومان، وتفرغ للكتابة في عام 2006. ومن هذيك الفترة لحد اليوم كتب
22 رواية و15 ديوان شعري. طبعا إبراهيم نصر الله من أهم الشعراء والروائيين في الوطن العربي، وهذا لعدة أسباب. في البداية هو حاز على مجموعة جوائز هي تعتبر جوائز كثير مهمة في العالم العربي وفي العالم، من ضمنها جائزة البوكر. طبعا ناهيك عن المرات اللي ترشحت أعمال إله لجائزة البوكر وجوائز أخرى، وهذا طبعا مهم حتى لو ما فازت بالجائزة، ولكن ترشحك ووصولك للقائمة القصيرة في مجموعة جوائز مهمة دلالة على تميز الكاتب وتميز المنتج الفني تبعه. رواية زمن الخيول البيضاء هي من الأعمال اللي نالت اهتمام كثير كبير على المستوى العربي والعالمي. هاي الرواية أنا بتذكر في أكثر من فترة، في أكثر من سنة، إنه أسمع إنه هاي الرواية اختفت من دور النشر من كثر الإقبال عليها، إقبال القارئين عليها، إقبال الناس على شرائها وتبادل المعلومات اللي فيها. طبعا هي جزء من سلسلة ملحمة الملهى الفلسطينية، وصدرت أول مرة عام 2007 عن الدار العربية للعلوم، اترجمت للغة الإنجليزية ووصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر في عام 2009، وتم وصفها بأنها الإلياذة الفلسطينية. طبعا لما نحكي الإلياذة الفلسطينية بمعنى من لفظ الإلياذة اللي هو بوصف تاريخ شعب وبوصف تاريخ حضارة، وتم وصفها بهذا الوصف لأنه هي بتحكي عن فلسطين في خلال ثلاث حقب تاريخية. هاي الحقب بتبدأ من الربع الأخير للقرن التاسع عشر لحد عام النكبة اللي هو 1948. فأحداث الرواية تقريبا بتمتد لمدة 129 سنة، وخلال هاي الفترة بحاول إبراهيم نصر الله يحكي عن المفاصل المحورية اللي مرت فيها فلسطين على طول هاي المدة. الرواية بتبدأ بأنها بتوصف اللي صار في فلسطين وفي القرى الفلسطينية والمدن في خلال الحقبة العثمانية، هاي الحقبة الأولى في الرواية. الحقبة الثانية فترة الانتداب البريطاني، والحقبة الثالثة هي الاحتلال الإسرائيلي. إبراهيم نصر الله عمل بحث مطول امتد ما يقارب 20 سنة من قراءات ومحاورات ومقابلات مع ناس كانوا عايشين فترة الدولة العثمانية أو وصلهم من التاريخ في هذيك الفترة ما هم متأكدين منه من أجدادهم أو من أبائهم، ووثقها واستخدمها علشان يخلق قصة درامية وحدث درامي في قرية تسمى الهادية، بحاول من خلالها يوصف من غير ما يضيع الحقائق التاريخية، وفي نفس الوقت بإضافة العنصر الفني والعنصر الروائي. فبيحاول من خلال هاي الرواية يوصف ما مرت فيه هاي القرى في هاي الحقب الزمنية كلها، لأنه اللي صار في تلك الفترة كان كثير من الصراعات ومن الاعتداءات اللي صارت على قرية الهادية، اللي هي قرية وجدت في الرواية، يعني هي مش قرية فعلا موجودة يعني، وبالتفاصيل اللي انذكرت في الرواية هي ليست موجودة بالشكل اللي انكتب بالضبط، ولكن هذا كان الخلق الدرامي والخلق الروائي القصصي اللي عمله إبراهيم نصر الله علشان يوصف كل الحقائق التاريخية هاي. طبعا هاي الرواية أنا اشتغلت مع فرقة المسرح الشعبي في مشروع تحويلها لمسرحية، واشتغلنا وقتها على أنه نحول الجزء الأول منها اللي هو كان فترة الحقبة العثمانية لأنها تصير عرض مسرحي، وكان عرض مسرحي فيه مجموعة من العناصر الفنية ما بين الموسيقى والأغاني الشعبية والرقص ومشاهد مسرحية، بالإضافة لمشاهد سينمائية علشان توصف الصراعات اللي كانت بتصير في هاي القرى في تلك الفترة. هاي الرواية بتتميز بدقة التفاصيل التي تم استخدامها في وصف هذه الحقبة التاريخية، وتميزت بقدرتها على تحويل هاي الصراعات لمحتوى فني بتقدر انت تطلع عليه وتحوله لأعمال فنية من غير ما تضيع الحقائق التاريخية، في نفس الوقت في الجمالية الفنية.
أيام الشارقة المسرحية. أيام الشارقة المسرحية هي تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. هاي التظاهرة بتصير على شكل مهرجان بتشارك فيه فرق مسرحية من كل الإمارات، وبتشرف عليها لجنة عليا تتفرع منها لجان متخصصة زي لجنة تحكيم المسابقة المسرحية اللي بتضم فيها كفاءات مسرحية عربية ومحلية، وبستضيف المهرجان مسرحيين ومفكرين ومؤلفين من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة طبعاً لممثلين نجوم مرواد. طبعاً كل المشاركين في هذا المهرجان بيشاهدوا العروض المسرحية، بيشاركوا في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية اللي بتكون موجودة طبعاً، غير اللقاءات والحوارات المفتوحة. وهذا من أجل خلق بيئة تفاعلية بتفيد جميع المسرحيين اللي موجودين في هاي التظاهرة. أيام الشارقة المسرحية تمنح جوائز فنية للفرق طبعا، ما بين ممثلين وفنيين ومخرجين، وجائزة للفرق نفسها، وهذا بصير من خلال حفل ختامي بتم خلاله إعلان نتائج المهرجان التي قامت باتخاذها لجنة تحكيم المسابقة، وبكرمه في خلال الحفل الختامي فنان عربي من خلال جائزة الشارقة للإبداع المسرحي، وأيضا بكرمه أحد رواد الحركة المسرحية المحلية. أول دورة لهذا المهرجان كانت في 10 مارس 1984، واستمرت من تلك اللحظة لهذا اليوم. هذا المهرجان استمر من خلال عروض المسرحية المقدمة ومن خلال تطور المسرح خلال هاي الفترة بشكل كبير، ولهذا السبب دائما كان في رؤية واضحة لأهمية هذا المهرجان ودوره الكبير في تطوير المسرح في الإمارات، ولأنه ساعد في خلق حس فني مرتفع وحس فني متطور وقادر على التطور والخلق والإبداع سنة بعد سنة. طبعا أيام الشارقة المسرحية له لائحة تنظيمية بتشرح في مدة المهرجان التفاصيل الفنية والتفاصيل الثقافية وكيف العملية التنظيمية اللي بتصير. فهذا المهرجان بصير على فترة 12 يوم تقريبا، من خلال يعني البدء بحفل افتتاح وعشر أيام تقريبا من العروض والنشاطات، وبالنهاية بيكون في حفل ختام. المميز في أيام الشارقة المسرحية إنه هو دائما يتم التعاون معاه، إنه هو أهم مهرجان تقريبا أو من أهم الفعاليات المسرحية اللي بتصير في الإمارات، وفي دائما رغبة وحاجة لتطوير شكل هذا المهرجان. علشان هيك كل سنة بعد ما يتم إقامة المهرجان بصير في جلسة تقييمية للتجربة بتواجد فيها فنانين إماراتيين وفنانين عرب مقيمين في الإمارات وكانوا موجودين في هذا المهرجان أو واكبوه على مدى سنين مختلفة، بتشاركوا في هذا اللقاء تقييمهم الشخصي وشو بيعتقدوا في مجال لتطوير هذا المهرجان. وعشان هيك دائما في تغييرات ودائما في تطور ودائما في ديناميكية في كيف هذا المهرجان ممكن يتواجد حوالينا ويكون موجود في حياتنا. بائعة الورد والريحان للفنان أحمد عبد الله المغلوث من السعودية. ولد هذا الفنان القدير في مدينة الإحساء عام 1950، وحصل على شهادة جامعية في التاريخ من جامعة الملك بن عبد العزيز، واهتم منذ نعومة أنامله بالفنون والرسومات،
وبرزت رسوماته على الجداريات والصحف. يعد هذا الفنان من أهم من وضع بصمة للمملكة العربية السعودية في عالم الفن العربي، لأنه كان أول فنان عربي يرسم جداريات لألعاب الأطفال، واستخدم مواد زي سعف النخيل ومواد أخرى طبعا، وتطبع لوحاته على بوسترات وتعرض لوحاته في المعارض العالمية والفرنسية والعربية. الفنان التشكيلي أحمد عبدالله المغلوث السعودي قال إنه الحركة التشكيلية العربية باتت في حالة من المعاناة لأنها تعرضت للكثير من الإحباطات، وإنه الأزمات الاقتصادية اللي بمر فيها العالم كله أثرت بالسلب على حركة تسويق الأعمال الفنية. طبعاً الفنان أحمد عبدالله المغلوث كان عنده مجموعة من وجهات النظر ورؤية فنية ورؤية مستقبلية كانت جداً مهمة، فعشان هيك عبر عنها في العديد من المناسبات والفعاليات، وتم توثيقها وتم نشرها في العالم بسبب أهميتها وملاحظة العالم والصحافة لقديش هي مختلفة وقديش هي مهمة وقديش فيها نظرة مستقبلية. فمثلا رأى المغلوث إنه بعض الأعمال الفنية المكررة أسهمت في تراجع نسبة الإقبال على اقتناء الأعمال التشكيلية في العالم العربي، وشدد على ضرورة الابتعاد عن بعض الأساليب الفنية الخاطئة، وإنه يصير فيه التزام بإنه العمل الفني يكون مبني بناء متكامل عشان ما يكون مصير العمل الفني عدم النجاح. وأشار إلى أنه هناك الكثير من الأسماء الفنية في العالم العربي، ولكن قليل منها هي اللي بنشار لها بالبنان وبتم الإشارة لأهميتها ولتميزها. قال المغلوث أنه بداياته مع الفن التشكيلي كانت مبكرة، لأنه من هو تلميذ في المرحلة الابتدائية شارك في رسم الجداريات المختلفة وصحف الحائط، وكان معروف عنه منذ صغره بأنه هو يجيد الخط والرسم، ومن تلك الفترة كان بيجي طلبات لأنه هو يرسم لوحات. لما بدت أنشطة رعاية الشباب بالسعودية كان تقريبا مشارك شبه دائم في هاي المعارض الجماعية اللي كانت تقام بمعرفة رعاية الشباب. ولفت الفنان إلى أنه ظل يمارس الفن بشكل فطري عفوي حتى اليوم، ظل تقريبا لمدة 5 عقود بنتقل بين مدارس فنية مختلفة وتوجهات فنية مختلفة بحسب طبيعة ومتطلبات كل لوحة. فبتلاقي عند الفنان بعض الرسومات الواقعية، بعض السريالي، بعض تكعيبي، ولكنه بشكل عام كان بميل للمدرستين الواقعية والتعبيرية في لوحاته. نفذ المغلوث مئات من اللوحات بمقاسات مختلفة، وأشار إلى أنه متحف الطيبات الشهير في مدينة جدة يضم ما يقارب 81 لوحة من أعماله اللي بوثق فيها تجربته في الرسم على خامة سعف النخيل. اللوحة اللي إحنا بنحكي عنها اليوم هي لوحة بائعة الورد والريحان، وهي لوحة تعبر عن طبيعة الأسواق قديما في السعودية، وتحديدا في الإحساء اللي هي بلد الفنان الأصلية، لأنه الأسواق في تلك الفترة كانت عبارة عن باعة متجولين بلفوا على المنازل وبتنقلوا من مكان لمكان، وبقوموا في بعض الأوقات بتسويق سلعهم للناس على باب المنزل. وكان معروف عندهم أنه هاي الأسواق مستمرة، ولكن يوم الأربعاء كان مميز لأنه هاي البائعين المتجولين كانوا بيجمعوا معظم البضائع تبعتهم وبيعملوا جولات بيع طويلة، بيستخدموا ما توفر إلهم في تلك الفترة من أساليب تنقل زي الجمال والإبل، وكان كل السكان وكل البائعين بيجيبوا البضائع تبعتهم علشان يتبادلوها. ولهذا السبب كان كل السكان في تلك الفترة بيوفروا وبيشتروا مقتنيات المنزل تبعتهم من هاي الأسواق. وحسب ما قيل على لسان كثير من الناس اللي عاشروا وعايشوا تلك الفترة، إنها كانت تتميز بالبساطة وانخفاض الأسعار
والقناعة اللي كانت موجودة عند الناس. عشان هيك هاي اللوحة إذا أي منا بتطلع عليها بيشوف قديش هي لوحة فيها بساطة وفيها استخدام مميز للألوان، بيعبر عن الراحة اللي كانت يعيشوها الناس في تلك الفترة، وبيعبروا عن علاقتهم بالطبيعة وبالأرض وبالحياة العضوية، الحياة اليومية، الحياة المميزة والمختلفة عن حياة اليوم. وهذا ما تميز فيه الفنان أحمد عبدالله المغلوث وخلاه منارة وعلم في عالم الفنون التشكيلية. طبعا بعد ما سمعتوا منا عن الأنواع المختلفة من الفنون وهي التشكيلة من الفنانين من دول عربية، أنا متأكد أنه صار في نوع من الوعي ونوع من الفهم الأفضل لتنوع أشكال الفنون واختلاف خلفيتها وامتدادها الثقافي، امتدادها التاريخي والزمني، وهذا أهم ما نطمح إليه من خلال هذا اللقاء. نتمنى أنه يكون المعلومات اللي أخذتوها في هذا اللقاء مفيدة وتكون أثارت فضولكم أنكم تعرفوا أكثر وزادت من وعيكم للفنون العربية في الدول المختلفة هاي. نتمنى أنكم استمتعتوا وشكراً.